تنسوش بلا القضيه ديال العالم النساء المنتخب والاسلام والمغرب العالم في الفندق، بغيت نسول كيف شفتم التعامل مع هذه القضيه، وبغيت نسول كذلك على سير على المباراه، تحديث على المباراه فقط ماتش بيرو، علاش هادشي ديال دابا ما فهمتش حتى السؤال صراحه. بوليميك اللي طرا في جاوبتو لا جاوبتو على هادشي بالعربيه، اللي قلت له هي عرفنا هادشي بالليل، عرفنا ملي الولد صغير كان عنده شي 19 و 20 سنه ما غاديش نقبلوها الصراحه، علاش اللي دار ماشي مزيان، بحق حنا مسلمين وبغينا نوريو الناس من الاسلام كيقول لنا خصك كومون دي باردوني في سبع، والولد باقي صغير ما غاديش نحكموا عليه ولا نذبحوا ولا شي حاجه، دار غلط ديالنا حنا الشكاره ديالنا يمكن على البوليس، والولد لا يسامح. الشهر ديال رمضان حنا غنبينوا حنا المغاربه وحنا مسلمين كنسمحوا الراسيسم ما غاديش نقبلوها، بحق واحد يمكن عمره ما خرج من بلاده ما كيعرفش شنو هي الاسلام، ما كيعرفش شنو هي العرب، حنا اكثر اللي نقدروا نبينوا دابا اليوم يعرفوا شنو هي مسلمين، نقولوا لي باردون الله يسامح باش حتى هو عنده اونكور اون في ابخي هادشي، ما يكونش حتى هو حياته كامله يقول دولموني ولا شي حاجه، دار غلط طلب مسامحه. من بعد كاين لو كوتي جوريديك، بحال حنا انا كمدرب كالفرقه وكمغربي نقدر نهضر على مسلمين و بالي دير مسكين و لي باردون ما والو، وان شاء الله الا باغي يجي عندنا يشوف كي دايرين المسلمين وكي دايرين المغاربه وكي دايرين رمضان ويحس بها مرحبا، حنا اوني با كانكان كي با تابي لا في نيرور اون لو اكسبيكي لي شوز و لا يسامح، و هذا من المغاربه والمسلمين.